بطل المغرب بالشمع اليوم المكتب المسير بملعب بن جلون بحضور رئيس الفريق سعيد الناصري للاطلاع على عدد من المشاريع للموسم المقبل ووضع النقاط على الحروف بالنسبة لبعض التأويلات مؤخرا. المزيد في روبورتاج يان جهوري والصورة بكاميرا سمير نور. الاجتماعات تتواصل بمقر بطل المغرب للتحضير لوداد ما بعد اللقب، اجتماع أخير للمكتب المسير وخروج بجملة من القرارات والمشاريع أريد لها أن تعرض على وسائل الإعلام. تتعرفوا بأن الخصوصية ديال هذه المرحلة هو التحضير للموسم اللي جاي، والتحضير بطبيعة الحال المقابلة اللي عندنا مع العين الإماراتية من دابا واحد اليومين، وبطبيعة الحال هذا الشيء كيدخل في إطار التحضير، في إطار التواصل، في إطار الاستعداد للموسم المقبل. إذا الأمور عادية، وحنا دائما مؤسسة تجتمع تشتغل تتشاور وتتواصل بطبيعة الحال بالطرق الرسمية اللي في الأندية اللي منظمة بحال الوداد. أبرز ما جاءت به الخرجة الإعلامية للوداد البيضاوي موضوع الجمع العام العادي الذي تأجل في مناسبتين والذي لم يعثر له على موعد بعد إلى حين حل بعض المشاكل المتعلقة بالتقرير المالي. الاجتماع ناقش أيضا إصدار بطائق الاشتراك لولوج الملعب والذي سيتزامن مع بداية الموسم الجديد وإحداث المتحف المتنقل للوداد خارج عن النطاق الكلاسيكي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية واك فونداسيون التي سترى النور في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة لفائدة الفئات الهشة وتحسين الموقع الرسمي ثم جعل الانخراط في النادي مفتوح لأكبر قاعدة ممكنة. هذا الشيء طبيعي داخل في إطار الانفتاح اللي عند مكتب الوداد وعند رئيس الوداد على باقي الفاعلين. بطبيعة الحال حنا كنستعدوا الموسم، كي بعض المرات كيكثروا بعض التأويلات اللي من واجب المكتب أنه يعطي عليها التوضيحات الرسمية خارج أي تأويل مجانب للصواب. هذا الشيء اللي كاين. هذا كان جانب مشاريع الفريق البطل للموسم المقبل، إلا أن الرئيس الذي تعهد بفضح من وصفهم بالمشوشين أعلن أمام الملأ اسم عبد الله أكرم الرئيس السابق للواك على رأس هذه الفئة لينهي بذلك مسلسل التساؤلات الأخيرة. وانتهت